من أريحة نقول هنا حلب بإذن الله حلب قريبا ستنضم إلى المدن المحررة التي تنضم تباعا لاحظنا من إدلب والمصطومة وجسر الشهور والآن أريحة بفضل الله تعالى المجاهدين لا مجاهدي جيش الفتح يرفعون التكبيرات من داخل هذه المدينة ونلتقي هنا مع الأخ أبو الطاهر من جيش الفتح ليحدثنا عن المعارك التي لا زالت مستمرة هنا ما